أهلا بكم مرة أخرى في شرح جديد من شروحاتنا اللي بتهدف للربح من الإنترنت للاستثمار وبدونه قناة أونلاين ماني. فضلا وليس أمرا، لو حضرتك لسه جديد معانا في القناة تدوس على زر الاشتراك وتفعل خاصية الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. النهاردة أنا هتكلم عن موقع رائع. الموقع هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. كل عليك هتخش على الموقع، تقوم دايس على كلمة ريجستر هنا، هيقوم فاتح معاك الصفحة ديت، تكتب الاسم بتاعك والايميل وتعيد كتابة الايميل، وبعد كده تكتب اسم الاكونت، بعد كده كلمة المرور، بعد كده كلمة المرور هتسيب زي ما هي، وهتقوم معلم على هنا يعني انا قبلت بشروط الموقع، وهتقوم دايس على تسجيل. بعد كده اول ما هتخش وتسجل، وبعد كده هتخش على الاكونت عادي، تكتب اسم الاكونت اللي انت حطيته هنا كده، وتكتب كلمة المرور، هيفتح معاك الصفحة بالشكل ده. هتقوم دايس على View Task Ads، يعني وصلني الى الاعلانات. ايه هو بقى الموقع ده؟ عبارة عن ايه الموقع ده؟ عبارة عن تخطي اعلانات، وبيدفع فودافون كاش، وبيدفع اتصالات، وبيدفع على البير، يعني لو شوفنا هنا كده، وبيدفع على بيبال وعلى البير وعلى فيزا وعلى الفودافون كاش وعلى اتصالات وأورنج. ده موقع الوحيد اللي هتلاقيه صادق وبيدفع على كل الحاجات ديت. طبعا فودافون كاش بالنسبة لنا احنا يعني ده موقع رائع بالنسبة لنا احنا كمصريين يعني، وطبعا اتصالات برضو نفس القصة. الموقع احسن حاجة فيه كمان ان مجرد ما بتجمع 10 جنيه بتقدر تسحبهم، يعني السحب منه اقل من $0.5، حاجة زي كده يعني، او نقول $0.5 لان الدولار بحوالي 17. ايه طريقة العمل بقى عليه؟ بص، كل ديت اعلانات زي ما احنا شايفين، اعلانات ب3 قروش، اعلانات بقرش، اعلانات ب تحت هتلاقي كمان خالص، بص لحد فين تحت، اعلانات ب2 قرش. بص كام اعلان، تخيل كل يوم تخش، كل اللي عليك انت تخش تخلص الاعلانات ديت. يعني طريقة العمل سهلة جدا، يعني احنا مثلا نخش على الاعلانات اللي هي ب3 قروش، وكل اللي علينا ندوس على اول اعلان قصادي، هيقول لك كليك هير تو جيت ذا كود فور اكتيف تاسك، يعني دوس هنا، دوس على الكلمة دي. هتقوم انت دايس على الكلمة دي كده، هيفتح لك لينك تاني، تمام، بيقول لك اضغط هنا للدخول من فضلك. انا اقوم اوكي ماشي، ضاغطين هنا للدخول من فضلك. مجرد ما دوست على كلمة اضغط هنا للدخول من فضلك، اما حولني على موقع اختصار روابط. كل اللي عليا ان انا هتخطى الرابط اللي هو مدهوني دوت، واخد قيمة الاعلان. زي ما احنا شايفين كده اتخطيت الاعلان، وانت دايس على كمل لي هنا الخطوات، كليك هير تو كونتينيو، هيقوم فاتح لك صفحة كده هتعد ل5 ثواني، تمام. بعد ما تعد ل5 ثواني هقوم دايس على الكلمة اللي تحت دي، جيت لينك. بعد ما دوست على جيت لينك حولني لصفحة هنا كده، هقوم نازل تحت شوية، قال لك الكود الخاص بالموقع، هقوم واخد الكود ده كوبي، وأقوم جاي هنا في صفحة الإعلان أكتب الكود دوت بيست، أقوم دايس على أوكي. قال لك خلاص شكرا، أنت كده خدت قيمة الإعلان اللي هو 3 قروش. بقوم قافل الصفحة عادي، وجاي هنا مكمل بقية الإعلانات بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا عليها. شايف الإعلان اختفى كده، أنا كده خلاص خدته. تخيل أنت بقى كل يوم لما تدخل تعمل لك 50 60 إعلان كده، الاعلانات كتير اوي زي ما انت شايفه بتتجدد، يعني ممكن تخلصهم كلهم ينزل لك تاني. كل عليك انت بتخش تعمل الاعلانات ديت وزي ما احنا بالطريقة اللي احنا شفناها، وبعد كده اول ما توصل ل10 جنيه تقدر تسحبهم على فودافون كاش او على اتصالات او على بير حسب ما انت عايز. يعني مثلا لو حضرتك مثلا عايز تعمل لك مثلا 10 جنيه من غير ما تتعب في اي حاجة، تخش تعمل على الموقع ده تشتغل بالطريقة اللي احنا وريناها لك. يعني الموقع لو خلصت اعلانات فيه مش تاخد فيه اكتر من 10 دقايق بالطريقة دي، سهلة قوي يعني انا وريتها لك بس. ولايك لو عجبك الكلام. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.